بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على مجموعة حاجات متفرقة النهاردة، بس كلها ليها علاقة بالكمبيوتر فيجن، بالإيمجز، بالفيديو، بحاجات زي كده. أول موضوع هنتكلم عنه الكالر إيمجز أند فيديو. لو أنا عاوز أتعامل مع ألوان بتعامل معاها إزاي؟ الصور مش كلها أبيض وأسود، مش كلها جراي، فالكمبيوتر بيتعامل مع الالوان ازاي؟ بنتعامل معاها عن طريق ار جي بي، بنسميها كده ريد جرين بلو. ده الموديل اللي بنتعامل بيه معاها. الناس اللي ورا كده مش سامعه. الكالر سبيس ده بنسميه ار جي بي كالر سبيس. المكونات الأساسية بتاعته عبارة عن ريد جرين بلو. أي كومبينيشن من الثلاثة دول بتطلع الألوان بتاعتنا كلها. دي الفكرة بتاعت الكالر سبيس. زي ما احنا شايفين كده، لو ماشي على الأكسيس ده ريد، لو ماشي على الأكسيس ده جرين، لو ماشي هتبقى بلو. طب لو خدت كومبينيشن، يعني مثلا هنا، هنا أنت خدت جرين كامل مع ريد كامل، طلعت إيه؟ يلو. هنا خدت الريد على بعضيه مع البلو على بعضيه اهو، طلع اللون هو الموف، وهكذا. طيب خدت الثلاثه كلهم بالصفار، ما فيهاش ريد ولا جرين ولا بلو، هيطلع اسود. والعكس اللي هنا دي، خدت الريد والجرين بلو كلهم باقصى قيمه ليها. يعني هنا الريد من صفر لغايه واحد، الجرين من صفر لغايه واحد، البلو من صفر لغايه واحد. لما بنيجي نبرمج ما بنقولش من صفر لواحد، بنقول من صفر إلى 255. ده الرينج بتاعنا بتاع أي لون فيهم. وبناء عليه لما تغير في أي حد من دول، الكومبينيشن اللي خارجة هتطلع لك حاجة شبيهة بكده. الألوان اللي بتقدر تشوفها هناك. أدي صورة فول كلر ملونة عادية خالص. هنا طلعت الثلاثة كومبوننتس بتاعتها، الريد والجرين والبلو. تعال نبص على حاجة زي الحتة دي هنا في الصورة الأصلية. دي لونها، خلص الشكل الأول. دي لونها أصلا هنا شكلها أسود. علشان كده هتلاقي لو رحت نفس المكان ده هنا شبه ما فيهوش حاجة. طب هنا في الجرين شبه ما فيهوش، هنا تقريبا ما فيهوش. والعكس صحيح. لو رحت على جزء هنا زي ابيض كده، ابيض خالص اهو، هتلاقي نفس الحته دي موجوده في الريد، ليها لون ولون واضح او في الريد. موجوده كمان في البلو، موجوده كمان في الجرين. طب تعالى نشوف حاجه ثانيه. دي لونها هنا الى حد ما اورنج. اورنج هو كونه ازاي؟ خد نسبه عاليه من الريد، الريد واضح قوي هنا. وخد شويه من الجرين، البلو تكاد يكون ما خدش منه حاجه. ده اللي هو عمله. نفس الكلام اليلو دي جابها ازاي؟ في جزء كبير منها احمر اهي، جزء كبير منها اخضر، الازرق مفيش. لو رجعت لورا هنا اليلو جه منين اساسا؟ من جرين مع ريد اهو، مع بعض طلعوا ده. بينما الابيض كان خارج من الثلاثه مع بعض، واخد جزء من هنا مع جزء من هنا مع جزء من هنا. 1 1 1 وهكذا. فده اللي بيكون لك شكل الالوان بتاعتك. تعالى نتكلم على حاجه اتكلمتوا عليها في اللوجيك ديزاين، بس مش هتكلم عن اللوجيك، هتكلم عن نمبرنج سيستم. لو انا عاوز اكتب رقم من صفر الى 255، عاوز كام بت؟ يكتب في كام بت؟ ليه 9؟ تعالى نشوف هنا كده، دول كام كلهم الرينج ده؟ 256، لان الصفر داخل معاك، دول 56. كاني بقول لك 2 اس كام بيساوي 256؟ الله، ما قالش 9 بقى اهي، 2 اس 8، يبقى الان بتساوي 8. يعني لو عاوز تكتب اللون الريد اهو ب
بدرجاته المختلفة هحتاج 8 بت. لو حطيتهم كلهم صفار انت بتتكلم على دي كلهم وحيد قلت 55 اي حاجه في النص تاخد درجات من الاحمر. طب الجرين اهو واحد ثاني اهي كمان جرين هتحتاج لها كده برضه نفس الكلام 8 بت. طيب البلو اهي كده لو انت خدت اي لون مكون من الثلاثه دول بدرجاتهم المختلفه تجيب اي لون انت عايزه. السؤال دلوقتي دول كده يبقوا كام بت؟ طبعا ده 8 برضه. كام بت دول؟ الرقم الكبير بتاع اللون اللي انت عايزه هيبقى ان بيساوي 24. يبقى عدد الالوان نمبر اوف كلر 2 اوف 24 تطلع كام؟ حد يعرفها اجابه بسرعه؟ 2 اوف 10 بكام؟ 2 اوف 10 الف 24 اللي هي 1 كي. لا انتوا كده عاوزين تذاكروا. 2 اوف 10 بتساوي 1 كي اللي هي الف 24. طيب 2 اوف 20 لا دي اوف 20 ودي اوف 10 1 مليون اللي هي 1000 1000 مش 10 و10 يعني دي كانت كي اضربها في 1000 بس مليون. طب 2 اوف 24 اللي هي 2 اوف 20 2 اوف 4 2 اوف 4 بكام؟ 16 يبقى 16 مليون. نحسبها كده مش بالكالكوليتر. فانت بتشوف 2 اوف 10 2 اوف 20 بعد كده بتكمل. ده معناه ان انت عندك كده 16 مليون كلر اللي احنا بنسميها ترو كلر. يقول لك الصوره دي ترو كلر. ترو كلر دي كارثه. دي معناه ان كل بيكسل بتتسجل في 3 بايت. ادي بايت 2 3 فحجم الصوره بقى كبير جدا. كده اخذنا فكره سريعه عن الوان الكمبيوتر بتتعامل معاها ازاي. لان ده هتعمله في الكمبيوتر فيجن بعد كده. عندك صور تتعرف عليها وهي ملونه. او عاوز صور ملونه عاوز تخليها ابيض واسود او جري والعكس. نكمل كده. لو احنا عاوزين اخلص الكلر وبعدين افتح باب الاساس. عاوزين الكونفرج ما بين الار جي بي والجري. يعني الصوره اصلا ملونه. ار جي بي عاوز احولها لصور بتاع زمان افلام ابيض واسود تتحول ازاي؟ بص كده ايه بنعمل حاجه اسمها الواي. الواي دي بتتكلم اللي هي انتنسيتي. انتنسيتي بس قوه الاضاءه غامقه ولا فاتحه دي اللي هي تمثل الجراي سكيل بتاعنا. كان بيقول لك لو عندك صوره ملونه قول لي هتبان ازاي وهي ابيض واسود. ادي المعادله اللي بيستخدموه. اللون الجراي عباره عن نسبه من البلو نسبه من الجرين ونسبه من الريد. طب النسب دي جت منين؟ امبيريكال بالتجربه. يعني هم عملوا تجربه خدوا وجدوا دي احسن نسب بتطلع الواي. طالما هي بالتجربه يبقى في ناس جربوا وطلعت حاجه مختلفه. اهو دي معادله ثانيه غير اللي فوق. دي معادله ثالثه غير اللي فوق. كل لاب من المعامل الكبيره بتاعت الكلر قال لك لا انا شايف النسب المظبوطه عشان تطلع الواي صح هي النسبه دي او دي او دي. معنى كده لو انت عندك صوره ملونه او تحولها لجراي بتمسك كل بيكسل فيها الملونه هتيجي بيها كومبوننت بلو كومبوننت جرين كومبوننت ريد. واحده من الريد مثلا 50 واحده من البلو 255 اقصى حاجه واحده من الجرين 17 اضرب دول في النسب دي يطلع لك الواي قيمته قد ايه. الواي ده بيتراوح برضه من 0 الى 255 بالعربي كده اهو السطر ده اسود تماما
تنتهي 55 ده ابيض ناصع البياض، لا اقصى ابيض خالص واضح تمام، ما بينهم درجات من الجنيه. فتحولت الصوره دي الى دي زي كده. انت عندك الصوره دي او تحولها خليها كده. هي المعادله اللي عندك برنامج صغير جدا بالبايثون كاتب منك حاجه، بس هتعمل فور لوب على كل البكسل، كل بكسل تاخد الريد والجرين والبلو تعوض في المعادله يطلع لك جزء السم. فالتحويل من هنا لهنا سهل، يوز ايكويشن. طب العكس، لو انت عندك الصوره دي او تجيب دي، تجيبها ازاي؟ دي صعبه جدا. ليه؟ انا لو شفت اللون ده لون جري اهو، مين اللي قال لي هي كانت لابسه لون كموني في الاصل؟ ما تعرفش. طب بدرجه اللون دي مين قال لي هي كانت لونها كده شويه حاجات احمر زي كده؟ عشان كده ده بيتعمل مش بالماشين ليرنينج، بالديب ليرنينج كمان، اللي هو الافلام اللي بيلونوها دلوقتي دي شغلانه كبيره مش سهله. عشان تقدر تفكر كده الجري ده كان اصله لون ايه؟ طبعا عمليه مش سهله. في عندنا حاجة ثانية غير الار جي بي اسمها واي يو في، يعني الألوان ممكن تعملها بأكثر من شكل. كأنك بتلبس نظارة، شوف الصورة كل بيكسل ليها ريد جرين بلو كومبو. نظارة ثانية، شوف الصورة كلها واي يو في دومينز مختلفة، لا زال هي نفس الصورة. يفرق معايا ايه ده ولا ده؟ الار جي بي دي مهمة جدا لأن ده اللي بيشتغل عليه المونيتور. لما تحب تشوف صورة لازم تدخلها للمونيتور ار جي بي عشان تظهر. طب الواي يو في لازمته ايه؟ الواي يو في عمل حاجة جميلة جدا، مسك نفس الصورة طلع لها الواي بتاعتها دي اللي هي تمثل انتنسيتي. شفنا معادلتها من شوية، وطلع لها كمان حاجة تانية يو وفي، دول يمثلوا الكالر اللي في الصورة. يعني الصورة متلونة بألوان إيه؟ أقول لك أقصد إيه؟ هرجع لورا تاني في الصورة دي. أنت عندك الصورة دي، دي اللي هي الواي أهي. ممكن تركب لها يو وفي تطلع دي بالألوان دي. ركب لها يو وفي مختلفين ألوان مختلفة. تطلع الست دي نفسها أزرق، الكرسي ده لونه رمادي أو لونه بيج. حسب هتجيب لها الوان شكلها ايه؟ التفاصيل هي هي، لازم في عندي كرسي وهنا ترابيزه عليها مفرش وهنا في تابلو ورا، كله موجود لان ده موجود في الواي. يتلون بايه؟ ده اللي هو اليو والبي. فده اللي بيعمله هنا، فصل خد الواي لوحدها وخد اليو والبي لوحدهم. المعادلات ما هياش صعبه، ازاي اجيب اليو والبي؟ لو انا عندي الار والجي والبي اعرف اجيبهم بالصوره، مفيش مشكله. يقول لك طلع الواي الاول جبناها من الار والجي والبي، بعدها استخدم الواي مع البي والواي مع الار، راح مطلع دي. السؤال المنطقي، طب هعمل ايه بالكلام ده؟ ايه لازمته يعني؟ عايزك حساسه قوي تفهم الحته الصغيره دي، دي مهمه جدا. عينك حساسه جدا للتفاصيل، واقل حساسيه بكتير لليو والبي. هقول لك حاجة مش سر، مش هقولها لك، لو سر مش هقولها. لو أنت عاوز تخبي معلومات في الصورة، عندك صورة عاوز تعمل جواها داتا هايدنج، رسالة مشفرة عاوز تخبيها جوا صورة، تبص على الصورة تشوفها ما فيهاش أي حاجة خالص، أنت الوحيد اللي تعرف تطلع المعلومة دي. بنعملها إزاي؟ بمسك الصورة أهي، أحولها لواي ويو وبي. ده في كل التفاصيل. اليو ال بي فيها الالوان بتاعت الصوره. لو في تفصيله واحده ضاعت انت هتحس بيها. يعني لو القميص اللي انا لابسه ده شلت منه زرار انا كنت كده هتلاقي زرار مقطوع، انت شايفه. لكن لو القميص ده نوره بدل مكان بيش فاتح بقى غامق سنه ولا هتحس بحاجه. ما انت مش عارف الاصل كان ايه. القميص شكله كويس وكل حاجه. بس مش حساسه بيها. فاللي بيحصل بنعمل ايه؟ حولنا الصورة دي إلى واي يو في. نيجي بقى على يو ال بي هنا،
تعمل داتا هايدنج، تلعب في دور وتخبي المعلومات بتاعتك فيه، تخبي المعلومات بيتس، شويه بيتس عنك، تلعب في البيتس بتاعت اليونيت دي، غير في الوان الصوره شويه بس عينك مش هتحس بيها. ده عندك الصوره الجديده رجعها تاني ار جي بي عشان اقدر اشوفها على المونيتور او اسجلها على الديسك وخلاص. اي حد يشوفها صوره ممتازه. انت الوحيد اللي ممكن تاخد الصوره دي تحولها تاني من ار جي بي الى واي يو بي وتمسك اليو ال بي تطلع منهم البيكس اللي انت مخبيها، انت عارف تخبيها فين؟ تطلع البيكس لزقها جنب بعضها كونت الرساله بتاعتك فين. دي احد الطرق السهله في الداتا هايدنج. ما يعرفش يطلع المعلومه الا مين؟ الا اللي عارف المعلومات تخبيها في انهي بيكس بس اللي هو انت. ويا سلام كمان لو شفرتها قبل ما تحطها، لكن حتى لو حد يطلعها لا مش شفرها بقى. ادي فكره بس الواي دي، بص كده ادي الصوره الملونه اهي. ادي الواي باينه فيها كل التفاصيل. بس الالوان مش باينه لكن في تفصيله باينه. بص اليو ال بي مختلفين مش كل حاجه باينه فيها. لكن دول الاثنين لما يركبوا على دي ترجع الصوره الاولانيه مره ثانيه. لو غيرنا الجول شويه خلينا ده اغمق سنه او افتح سنه، كل ما يحصل هنا دلوقتي الالوان ده اغمق سنه او افتح سنه. بس انت مش عارف الاصل شكله ايه، فمش فارقه بالنسبه لك. نتكلم على حجم الصور بقى. لو انت عندك صوره متوسطه 1024 × 768 حجمها يبقى ايه؟ لو كانت صوره جراي، جراي يعني كل واحده 1 بايت بير بيكسل. دي من الحاجات اللي جت في امتحان السنه اللي فاتت وفي ناس كانت مش مركزه وضيعتها على الفاضي لانها سهله جدا. حجم الصوره قد ايه؟ اهي شوف عدد البكسل كام واضرب في 1 بايت. طيب مفيش حاجه اسمها ريزوليوشن عندنا، عندنا الصوره كام في كام؟ ريزوليوشن يعني الصوره حجمها اكبر مش اكتر. نفس الصوره لو كانت ملونه ايه اللي هيحصل؟ كل بيكسل بتتسجل في 3 بايت ريد جرين بلو اهي حجمها بقى 3 اضعاف. 3 اضعاف من الصوره الجري. طب لو بنتكلم على فيديو بقى طيب وصلنا للمشكله الكبيره بتاعتنا. شوف حجم الفيديو قد ايه؟ لو حد حابب يتفضل ممكن يتفضل من دلوقتي. حد يحب يخرج؟ يبقى اللي قاعد ما تسمعش صوت. ده التحذير الاخير. بعد كده لو حد يتكلم ما يزعلش باخد اسمه واقدر اعقد مش هتخرجه بس. السايز بتاع الفيديو. الفيديو عباره عن 25 فريم في الثانيه. يعني كانه 25 صوره في الثانيه. واحنا بنعرف نقيس حجم كل صوره. تعال نحسب كده. كان عندي فيديو بنفس حجم الصوره اللي فاتت. 1024 × 768 فيديو حجمه صغير. كانت الصوره بتاعته. يبقى الثانيه تاخد ستورج قد ايه؟ الفيديو ده ملون. 1024 × 68 هذه الصورة الواحدة ايه؟ 3 بايت عشان هو كلر ضرب في 3 25 فريم ده بير سكند يطلع حجمه قد ايه؟ 57600 كي يعني تقريبا 58 ميجا دي ثانية واحدة بس. طيب لو بتتكلم على دقيقة هتضرب في 60 يطلع حجمه قد ايه؟
3,465,000 مش عارف اللي هو الحجم ده كله، اللي هو في الاخر يطلع 3.4 جيجا دي دقيقه واحده بس. طب لو فيلم ساعتين بقى، تضرب الكلام ده اللي هو 3.5 جيجا ده في كام؟ في 120، يطلع حجم رهيب جدا. طب لو انت شغال كواليتي ام تي اس سي مش باد، اللي هو عنده 30 فريم في الثانيه، يبقى الحجم ضخم جدا، وبالتالي ما بنسجلش رو داتا في الفيديو. فيديو خام ما بيسجلوش كده، ما عندكش مكان تسجل فيه ده كله مهما عملت. انت هنا بتتكلم على 3.5 جيجا في الدقيقه الواحده، اضرب في 100 دقيقه هتحط قد ايه؟ كام تيرا؟ هتبقى الدنيا ضخمه جدا. وبالتالي بنخلينا نعمل كومبريشن للفيديو. يبقى هنا كده الكونكلوجن في الاخر يوز كومبريشن. من الحاجات اللي نتكلم عنها في الداتا فايل في البروجرام بتاعنا، ازاي تضغط الداتا اللي عندك. بس هو السؤال اللي دايما الواحد يفكر فيه، يعني طب ازاي هيضغط الداتا ويحافظ عليها؟ ما معنى ان انت ضغطت انك بوظتها، شلت منها اجزاء. طب ازاي تحافظ على الكواليتي وانت بتضغطها؟ تعال ناخد امثله كده ايه خفيفه، خاصه لو كنت بتضغط تكست مثلا، تضغط ايه في التكست؟ هترمي انهي حرف؟ مفيش حرف ينفع يترمي ومع ذلك بيتضغط. تعال نبص على شويه افكار كده ايه بسيطه. في حاجه اسمها فاريبل لينث كودنج، العكس انفورميشن ثيري دي ماده موجوده عندنا. ناخد مثال بسيط كده وبعد كده هسالكم اسئله. عندي 10 سامبلز كلهم A وB وC وD، اهم زي ما احنا شايفين كده. ال 10 دول ايه الكرايت كم مره؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 من ال 10. البي جت مره واحده اهي، السي مره واحده، الدي مره واحده. فانا كده حسبت تكراراتهم او قسمت على العدد بقى بروبنس مجموعها واحد صحيح. لو احنا عايزين نسجلها، واحد قال انا خدت الباينري سيستم، انت ليه تسجل كل حرف في اسكي 1 بايت؟ كل حرف 2 بت كفايه مش كده؟ يعني في الاخر بص انا هعمل حاجه زي كده، انت عندك A B C D اهو 0 0 0 1 1 0 1 1 كل واحده هتجيب 2 بت بس عشان اوفر. نعمل كده، احنا عندنا هنا الـ A كم مره؟ جت 7 مرات، واخده كود طوله 2 2 بت يبقى 14. فجت مره واحده والكود بتاعها 0 1 2 بت 2 مرة واحدة، 2 بت 2 بت، جمع دول بقى 20 بت. صح؟ ده اللي ستورج قسمها بالباينري سيستم كمان. طب افترض واحد عمل كده، قال لك أنا مش هشتغل بالنظام بتاعك ده، أنا هدي الـ A 0 والـ B هديها كود 1 0 والـ C هديها كود 1 1 0 ودي هديها كود 1 1 1. ده كود تاني أهو. الكود ده يفرق ايه عن الكود ده؟ الكود اللي هنا ده بنسميه فيكسد لينث، كلهم واخدين 2 بت مش كده؟ طب الكود اللي هنا احنا عملناه ده بنسميه فاريبل لينث. مش كله بياخد اطوال زي بعضيه. طب تعالى نحسب كده هيطلع السايز قد ايه؟ الـ A كرر 7 مرات بديها 1 بت اهو 0 0 0 0 0 طلع كام؟ 7 بت، الإيهات تاخد 7 بت. طب الـ B اديتها الكود ده كله 2 يبقى 2 بت. الـ C اديتها الكود ده 3 بت، هي جت مرة واحدة والـ D جت مرة واحدة 3 بت. نجمع دول 15. طب شكل الداتا كومبريس بإيه؟ أهي بص كده، بص مع بعض تاني. عندي A اديت لها 0، بعدها B اديت لها 1 0، بعدها A 0 A 0، بعدها C اهي تاخد 1 1 C واخدها لا 1 1 0 وهكذا، قرر 15 بيت اهو. طب ما انت كده عملت كومبريشن تايمز اهو. واحد يقول لك طب طالما الدنيا كده اديك كود بقى احسن من ده كمان،
بص كده، ده هتبقى لك هدي الـ A 0 والـ B هديها 1 والـ C 0 1 والـ D 0 0. يطلع السايز قد إيه؟ الـ A جت 7 مرات 1 بت يبقى 7. الـ B جت مرة واحدة بتاخد 1 بت 1، الـ C والـ D كل واحدة بتاخد 2 بت 7 8 10 12. أحسن من الأولاني. في واحد يبدأ الكود بتاعه كده، بس ده شكله مش شاطر الأول. طلع في الاخر مجموعهم كام؟ 21. هو ده غلطته فين؟ ادى الـ A 10 بت، لانها بتتكرر كتير. المفروض يديها اقصر كود كده. يبقى احسن واحد لغايه دلوقتي مين؟ نمره 3. طيب، ايه رايكم؟ نمره 3 احسن ولا هرجع لورا؟ نمره 2 احسن. من وجهه نظر السلايد نمره 3. تعال اقول لك بقى انا مش عاجبني نمره 3 في ايه. بص كده معايا، مش ده الكود الكومبريز اللي هو تحت؟ تعال نفكر. حد يقول لي ده عباره عن ايه؟ انا واقف هنا هكتب، بص هكتبه هو 0 1 0 1 ثلاث اصفار 1 بعدين كام؟ 0 1 2 3 ست اصفار. طب تعالى نفك بقى الكود ده، حد يمليني. انت معاك، انت عارف الجدول بتاعهم الاكواد على كل حرف. نبدا من هنا، ده يبقى ايه؟ لا انا شايفهم كده حرف السي، مش ينفع؟ طيب يبقى الكود اصلا هيلخبطني. طب اللي بعدها هنا زيرو، ده مين ده؟ ايه؟ انا شايف دول دي. طيب زيرو واحد دي، زيرو زيرو دي، وبعدين هنا ايه. ممكن تطلع حاجات كتير قوي من الكود ده. فالكود ده ما ينفعش، هو ضغط كويس بس ما بيتفكش. طب هل الكود اللي ورا ده بيتفك؟ تعالى نبص عليه كده مع بعض. الكود اللي هو ايه؟ 15 بت 0 1 0 0 0 1 1 ثلاث اصفار تاني ثلاث وحايد صفرين. تعالى نمر عليه كده مع بعض. 0 في حاجه غير الايه؟ ما ينفعش، لازم يكون ايه؟ ملهاش حل تاني. طب الواحد ده مفيش حاجة واحد، طب واحد زيرو هي البي ملهاش حل تاني. طب الزيرو طالما زيرو لوحدها يبقى هو الام. طب زيرو ايه؟ طب الواحد ده مفيش حاجة واحد لوحدها. طيب واحد واحد مفيش واحد واحد بس، واحد واحد زيرو دي سي. طب زيرو ايه؟ زيرو ايه؟ طب ليه هنا ما طلعتش ايه؟ لان كان لازم اخد واحد واحد قبلها، فما جاتش غير هي كده. نفس الكلام طول ما انا ماشي. طيب ثلاث وحايد ملهاش حل غير تكون دي. واضح ان الكود ده كويس. طيب ليه بيقول الكود ده كويس بقى يعني؟ اشمعنى شفت ان هو كويس؟ عشان مفيش اوفرلاب في بدايات الاكواد. بمعنى تاني بص معايا كده عشان اسال بعد شويه. الايه واخده كود زيرو، في حاجه من دول باديه بزيرو؟ يبقى اول ما تلاقي زيرو لوحدها لازم تكون ايه؟ فش صار. طب الكود ده واحد زيرو، في حاجه ثانيه باديه بواحد زيرو؟ عشان اقول لك يا ترى هي دي ولا هي دي مثلا؟ واحد واحد زيرو مثلا؟ مفيش. وبالتالي انت هنا عندك كونديشن على الكود ده بنسميه prefix conditional code. prefix يعني البدايات بتاعته اللي هي جزء من كود تاني مش وجهه لحظه. واضحه الفكره؟ ليه ده ما تلخبطش؟ طيب ده اللي احنا شرحناه من شويه اهو. الكونفيوجن جه منين؟ ان ممكن الكود ده نفسه يتفك باكثر من شكل. اهو الزيرو يبقى ايه او الزيرو 1 تبقى سي. احنا حليناه من شويه. ده بنسميه prefix conditional code. No simple code is a prefix في بداية كود تاني. سؤال بقى،
مين في دول prefix conditional؟ اه ده حاجه ممكن تيجي في الامتحان، عارف انت فاهم ولا لا؟ مش هقعد اقول لك سمع يعني ايه prefix conditional. مين الكونس دول اللي ينفع يبقى prefix conditional؟ الاول بس ولا الاول والثاني ولا الاول والثاني والثالث ولا ولا واحد؟ تعالوا نمسكهم واحد واحد كده. هنا الايه واخده زيرو، في حاجه ثانيه واخده زيرو؟ لا، يبقى الايه كده ممكن تعدي تتلخبط فيها، لو لقيت زيرو يبقى ايه على طول. طيب البي واخده واحد زيرو، في حاجه ثانيه واخده واحد زيرو؟ لا، السي واخده واحد واحد زيرو، مش مشترك في حاجه ثانيه. الدي واحد 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 زيرو، الجزء ده نفسه مش موجود في اي اكواد ثاني، يبقى ينفع. الاي اربع وحيد صفر والاف اربع وحيد واحد، يبقى ينفع. يبقى الكود ده كويس، مش هيتلخبط لو كودت لاي حاجه. طب الكود ده زيرو، في حاجه بادية بزيرو؟ اف، يعني لو كان عندي حاجه زي كده زيرو واحد زيرو زيرو واحد، كنت هتيجي تقول لي بص ده ايه، بعدين واحد زيرو مش عارف احل دي، في مشكله. واحد يقول طب بص خد الواحد زيرو دي كده نشيلك من الايه، تعالى نسميها اف. طيب الزيرو ده ايه؟ طيب الزيرو ده ايه ولا اف؟ هيعمل لك برضه مشكله. لا واضح من اولها الكود ده مش نافع. ليه؟ لان الزيرو اللي هنا ده اهو موجود ثاني هنا. حاجه كمان، البي واخده واحد واحد، لو جالك واحدين بعدها واحد كمان تبقى ايه؟ يعني لو عندي حاجه زي كده واحد 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 واحد، ينفع اقول لك بص ادي ايه وادي ايه، وينفع اقولهم لا واحدين واحدين واحدين، بي بي بي، يبقى الكود ده مش نافع خالص. طيب الثالث، حد يقول ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ لا مش في الزحمه، حد يقول ما ينفعش عشان كذا. مين اللي هيلخبط مين؟ البي ثلاث اصفار واحد، السي داخل مع مين؟ انا عاوز اشوف مين متداخل مع مين. في حاجه باديه 001 تاني، في حاجه باديه 001 في دول؟ لا، يبقى لو لقيت 001 معناها حرف الايه خلاص. ففي حاجه باديه 3 اصفار واحد. طيب 1 0 في حاجه باديه 1 0؟ لا. طيب في حاجه باديه 1 1 0؟ حاجه باديه ب 4 وحيد؟ حاجه باديه ب 3 وحيد؟ يبقى الكود ده ينفع. ليه؟ سي ادي سي اهي 1 0 ادي سي، بي 3 زيرات واحد. بصوا معايا تاني، عملنا كده ادي سي وادي بي. لو حبيت افكه قول لي افكه ازاي؟ في حاجه واحد؟ مفيش. طب 1 0 ما تنفعش الا السي، خلاص يبقى ده سي. زيرو مفيش حاجة زيرو، صفرين مفيش، ثلاث اصفار خليها أربعة اصفار، ثلاث اصفار ثلاث اصفار واحدة أهو، عاوز أربعة اصفار حط أربعة اصفار مش هتفرق. وبالتالي في الآخر الكود ده ستيليان. عرفنا إيه الفرق بين الكود البريفكس كونديشنال واللي هو ينفع في الكونديشن والتاني لأ؟ نيجي بقى لنقطة مهمة أوي، إيه الفرق بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج؟ احنا خدنا المره اللي فاتت ماشين ليرنينج. افكرك بيه، ده الماشين ليرنينج كلاسيفيكيشن بروسيس، باخد التريننج داتا نعمل لها بري بروسيسنج زي ما قلنا، تملى الجاب تخليها ابيض واسود بس، تعمل لها تريننج وترفعها اللي انت محتاجه. بعدها طلعنا منها فيتشرز، حاجات تميز دي، فيها دوائر، فيها نقط ثقافه، فيها افكار كتيره في الفيتشرز زي ما شفناها المره اللي فاتت. بعدها لو الفيتشر دي كتيره بنعمل لها سيلكشن، يقوم يظهر شويه تاخد فاينل فيتشر. بعدها تخش على موديل كلاسيفيكيشن،
بنعمل له تريننج بقى يتعلم من الفيتشر الصغيره اللي كان معمول لها فيه بروسيسنج قبل كده للداتا بتاعته. بعد ما نخلص ممكن نعمل بوست بروسيسنج بالنولج اللي عندنا زي ما قلنا كده الام سي. لو بتكلم على شفت الدكتور يبقى انا عندي اسماء الادويه يصلح لي بالفول. لو بتكلم على اسماء محافظات او اسماء جامعات مثلا وتكتب ثانويه عامه يبقى عندي اسماء الجامعات نولج يصلحها لي. لو انا جامعه الفاهره ولا اسماء القاهره بالصوره غير في القاف خليها كده مثلا. ده الماشين ليرنينج العادي بتاعتنا. الحته دي مش تبعنا، ده جزء انت لازقه بعد ما خلصت الموديل خلاص. فاركن دي على جنب. ده انهانسمنت بالمولدنج اللي عندنا. الجزء اللي بعديه ده دي السايكل بتاعتنا تبدا من هنا لغايه ما تنتهي بكلاسيفيكيشن او بريجريشن على حسب. تعالى نبص الحاجات دي مين بيعملها. البري بروسيسنج زي ما قلنا قبل كده ده بيزد على الانسبكشن بتاعك. انت بتبص على الداتا تقول اه لا دي محتاجه تملى الجاب في النص، حد بيكتب بقلم بيقطع، او محتاج اخلي الالوان كلها لون واحد لان اللون هيلخبطهم وهكذا. دي بتاعتك. طب الفيشر اكستراكشن دي هاند كرافت فيشر، انت وشطارتك تختار فيشر شكلها ايه؟ اسبت ريشيو، نسبه طول العرض، مش عارف فيها لونين ولا خمس الوان على حسب الحاجه اللي بتعملها. فيتشر سيلكشن ده الديسيجن بتاعك بره. الموديل ده الماشين ليرننج بيعمله. فكل اللي قبل كده انت بتحتاجه عشان تدخل على الموديل داتا كويسه. بس انت بتعمل الكلام ده وانت وشطارتك. ممكن يبقى انتوا اثنين عندكم نفس الموديل بس اختلفتوا في الحاجات دي في نتائج اختلفت. انا فصلتهم اهو. دي حاجات انت بتعملها بنفسك، ده الموديل بيعملها. فهنا بيز على التريننج موديل، ده بيز على الهيومن اكسبيرينس، الحاجات اللي هم الثلاثه اللي ورا دول. ادي الديب ليرننج اهو. فكرته حلوه جدا. طب يقول لك مش انت قدرت تعلمني اعمل كلاسيفيكيشن؟ واقدر اقول لك اللي خارج ده انه نوع من الثلاثه كلاسز بتوعك مثلا؟ عربيه ولا طياره ولا بايسكل او كده؟ طب ما تيجي تعلمني انا كمان اعمل لك البير بروسيسنج. ليه تعمله انت؟ تبني اتعلم انا. ما تعلمني كمان اطلع انا الفيتشر. انا هلاقي فيتشر احسن منك. انا كمبيوتر وسريع واجرب كتير اطلع لك احسن فيتشر. بس انت اعمل لي تريننج جديد. واعمل لي تريننج جديد. وكمان علمني اسلكت لو في فيتشر كتير علمني اسلكت ازاي. وبالتالي يبقى الديب ليرننج بص بقى الديب ازاي؟ طويل خالص اهو. ما هو بيعمل كل حاجه. انت كل اللي عليك بس اديني الداتا اللي عندك بعملها زي ما بيقولوا بايظه ملخبطه بتاع اديها لي. وهو هيعمل كل الكلام ده لوحده لغايه الاخر. ويطلع لك الاوتبوت واحد. نو انتر اكشن فروم هيومن. ده الفرق الرئيسي ما بين الديب ليرننج والماشين ليرننج. عشان كده الديب ليرننج بياخد وقت كبير. كده الديب ليرننج محتاج داتا كتير عشان يتعلم كل ده هيتعلمه. بص الموديل اهو بقى ديب طويل خالص وفي لايرز كتيره جوه الموديل ده. بس طبعا الشطاره هتعلمه الحاجات دي ازاي؟ بنعلمها له حاجه اسمها اند تو اند. بص الفكره دي برضه فكره عبقريه. لو انا بفكر اعلمه ازاي بري بروسيسنج هقعد اعلمه بقى يملى الجاب ازاي وعلمه يعمل مش عارف ازاي، صعب قوي الكلام ده. انا هسيبه هو يتعلم لوحده. مش هيتعلم غلط، مش هيتعلم غلط. وهحاسبه على النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه دي طلعت زي اللي انا عايزها يبقى انت اتعلمت صح. طب ما طلعتش. زي ما انت بتحسن الموديل بتاعك بتجيب ايرور تحسن الموديل، روح كمان حسن ده وحسن ده وحسن ده. المهم هيقعد يجرب اثناء التريننج كل مره بيحسن شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. بشرط ان الاوتبوت النهائي يتحسن كويس قوي. ممكن يجد ان معظم التحسين ما حصلش في الموديل ده. حصل في الاجزاء اللي قبلها. انا مش فارقه معايا، انا اهم حاجه عندي طلعت نتيجه كام هنا؟ 96% اكل فيه، ممتاز. 94 لا، اقعد اتعلم تاني. يا رب بقى يكون اتعلم هنا ولا اتعلم هنا ولا هنا، بس ده بالنسبه لي. بالظبط زي ايه؟ في الثانويه العامه. انا يهمني في الاخر انت جبت مجموعك النهائي كام في المية؟ 97%. جبت بقى من الماس
جبت بعدين خد خاطر في الانجليش وفي العربي انا ماليش دعوه. خاطر انت اتعلمت جيمس دول اكتر، انا في الاخر يهمني ده وهحاسبك على ده في الاخر. نفس الكلام هنا، هو بنسميه ده اند تو اند، ادخل لك ده قول لي طلعت كام. بس ده الفكره بتاعت الديب ليرنينج. طبعا الكلام ده هنسالوه بالتفصيل في الماده بتاعت الديب ليرنينج واللي قبلها في الجزء ده في الماشين ليرنينج، بحيث نطلع موديل فعلا بيفضلش المايك بيتعلم كويس جدا. بص ده اللي بيحصل اهو، ادي الموديل هيطلع الاوتبوت وانا قلت له اوريدي انا عارف المفروض يطلع الاوتبوت ايه. انت دخل تريننج داتا الانبوت اهو، قلت خرج الاوتبوت ده. طب هو خرج الاوتبوت ده هو على بعضيه كله كده اداني ده، بقارن ده بده في فرق؟ في فرق، يبقى ده ايرور. خد الايرور ده بس صلح مين بقى؟ صلح الكلاسيفيكيشن، صلح الفيتشر، وصلح الفيدو سيستم. يبقى كده عمل تريننج ليهم كلهم بيز على النتيجه دي، كان فيها ايرور واحد. وكل خطوه كل اتريشن بيحسن شويه في الموديل بتاعه. دي الفكره ان هو بيحاول يمينوايز الايرور. لو بتقارن مع الماشين ليرننج بص كده، كان الايرور ده بيحسن مين؟ كلاسيفيكيشن بس. هرجع لورا، الايرور هنا بيحسن مين في الديب ليرننج؟ كلاسيفيكيشن، وكمان كل الحاجات دي هتتدرب بيز على الايرور عشان تمينوايز الايرور. يبقى اي واحد من دول عارف ان هو غلطان هيصلح نفسه. زي ما انت كده جبت ثانويه عامه هنا، رحت مطلع لي مثلا جايب 80%، عندك ايرور 20 عايزين يصلحه، واحد هيصلحه في الماس، واحد هيصلحه في العربي، كل واحد من دول هيعمل كونتربيوشن بتاعه. بحيث في الاخر ده يعني نفس الكلام الموديل بيعمله هنا، بيعمل بهارموني ممتازه بحيث يضمن الحاجه اللي هتاثر فعلا هي اللي هتعلي، سواء بقى دي او دي او دي. فده الموديل بتاعنا زي ما قلنا. اخر حاجه نتكلم عنها، في عندنا كورس كامل اسمه ناتشرال لانجوج بروسيسنج NLP. اللي انتم بتتفرجوا على نتائجه دلوقتي فين؟ في الشات جي بي تي. ما ده بيز على NLP، ده كورس كامل. هديك فكره يعني ايه NLP، لكن طبعا الكورس ده كورس كبير يعني، مش هينفع برضه الشات جي بي تي في الاخر يعني. طبعا الشات جي بي تي ده عاوز عمر تعيش فيه. ابلكيشن بتاع زي سبيل تشيكنج، زي كي وورد سيرش، فايندنج سينونيمز، مترادفات، كلام زي كده. ممكن اكستراكت من المعلومات اللي انت مديها له في الشات مثلا، طلع لك السعر. هو واخد معلومات مثلا 5 صفحه من امازون، من الصفحه دي طلع لي منها، اطلع لي حاجات لوحده، هو عارف ان ده السعر. عرفت ازاي؟ ما هو ماشين ليرننج او ديب ليرننج. يطلع التواريخ، لو في تواريخ يطلع حالي. لو في اسماء اشخاص، كمبانيز، كلام زي كده. دي كل دي انفورميشن ممكن يطلعها. ودي ابلكيشن مختلفه ليه. دي برضه ابلكيشن ممكن تبصوا انت عليها في الاندستري بتستخدم في ايه، مش هنمر عليها عشان ما نضيعش وقتكم، بس اقروها يعني. الكورس بتاع NLP عباره عن 3 اجزاء. جزء بري بروسيسنج بس بتعمله بنفسك المره دي، مش زي الديب ليرنينج. انت لازم تظبط الداتا وهقول لك ليه دلوقتي، بعد كده تطلع فيتشر، بعد كده تعمل كلاسيفيكيشن. هقول لك بس دي ليه بتعملها بنفسك. دي اللايبرز اللي بتستخدمها، بايثون، NLTK، سبيسي، تنسور فلو، كلام زي كده. بتدخل الداتا من هنا. بص كده، انت عندك الصفحه دي عملت لها كابتشرنج من الويب، طلعت حاجه زي كده. انا مش عايز استخدم دي، انا عايز انضفها، عايز اطلع التكست ده بس، اشيل كل دول، يطلع حاجه زي كده. ده NLP. مثال ثاني صغير، لو حد خارج كلمتين بالظبط عشان هنكمل الجزء اللي فات. عندي الجمله دي all road lead to road، ولا كان في انترفايز قبلها يعني دول حاجه صغيره. بص هنعمل فيها ايه في الان ال بي بعد بري بروسيسنج. اول حاجه عملنا كليننج، شلنا التاج، يعني الجزء ده والجزء ده هنشيله، مش عايزينه في حاجه. ده كان بيقول لك تبالي. بعد كده نورماليز. بص كده، هرجع لورا تاني في النورماليزيشن.
الايه هنا ايه؟ كابتن. الار هنا كابتن. المفروض ما تفرقش معايا كلمه اول ايه كابتن ايه سمول. ونورماليز الكيس يبقى كله سمول. ده بري بروسيسنج انت بتعمله. حاجه كمان تكرمايز اطعماها الى كلمات، اخذ كل كلمه على حده. ده اللي طلع في الاخر. كده انا بدخله على المشين ليرنينج موديل. حاجه كمان بشيل ما يسمى بالستوب وورد من تي على الكلام ده مش عايزه، انا عاوز يقول لي اكل في فعل اكل اهو تفاحه في حاجه لكن في وعلى ومن والى ذا وا وان مش عايز الكلام ده، بنشيل الستوب وورد برضه في شغلات بتعملها. اهو بص روب نيد روب ده اللي خدناه في الاخر، شلنا كل الستوب وورد شلنا اول وشلنا حاجات الباقي. بعدها عاوز اطلع مين فيها ناون مين فيها فيرب؟ يقول لك ريد ولا رود ناون؟ ريد فيرب، روم ده اسم مكان. كل ده بري بروسيسنج. كده خلصنا خلاص. دي الكورسات اللي احنا بناخدها زي ما احنا عارفين كده. الكورسات الصفراء دي هي اللي فيها الداتا ساينس. فاللي هيوصل داتا ساينس يبقى عارف هيدي في الكلام ده. لو مش عاجبك ما تخشوش. دخلت ما تقولش انا مش عايز الكورس ده، بس الاختصار. على سبيل المثال داتا اكوزيشن ازاي تاخد الترم التاني، ازاي تجمع البيانات نفسها، وفي برمجه ازاي تجمعها، زي ما قلنا الويب سايت هسحب الداتا اللي فيه، بعمل سكرابنج يعني، تتعلم ازاي تعمل سكراب. مثلا داتا بيز عشان اسجل البيانات بتاعتنا، داتا ستراكشر ده كلنا ناخد داتا ستراكشر طبعا، داتا فيجواليزيشن ده من دي دلوقتي، ازاي تفيجواليز الداتا، ازاي تعرضها بشكل فيجوالي اشوفه بعيني بشكل كويس، ده مهم. ماشين ليرننج كلنا هناخده كل الاقسام، لكن الديب ليرننج اهو ده هنا بس. تعال بقى ازاي تكمل بقى ديب ليرننج، وبناء عليه ان ال بي اهي دي جايه بعد الديب ليرننج. كمبيوتر فيجن ازاي تعملها نفس الكلام. انفورميشن ثيري ازاي تعمل كومبريشن اللي قلناه في الاول، او تو كومبريس نفس الكلام. بيج داتا عامل زي مع البيج داتا. ادفانسد داتا سيستم ده عندي داتا بيز، داتا بيز سيستم فيها صور فيها حاجات بقى مش كلها تكس بس، تعمل معاها ازاي؟ فبالتالي عندك كمية. طبعا في حاجات ثانيه زي النولج مثلا ريبريزنتيشن، كل الحاجات دي مختلفه شويه عن زي داتا جفرنس دي هنديها الترم الجاي ان شاء الله في سنه ثانيه. ازاي الداتا اللي عندك تعمل لها سكيورتي؟ ازاي تعملها برايفت ما يتعرفش مين اللي عاملها؟ ازاي تعملها ستور بشكل كويس؟ ازاي تريتريف؟ ده كل ده بيسموها حوكمه البيانات. دي حاجات الاساسيه اللي بنتكلم عنها، اللبنيه اللي عندكم اوريدي من قبل كده بتاعت الداتا ساينس. كده احنا خلصنا بقى، بس كلمه اخيره. طبعا الداتا ساينس والاي اي يعني ليها بريق كبير جدا، بس انا اشتغل في الذكاء الاصطناعي الكلام ده كده. الكلام ده حلو. بس احنا بنحتاج ايه عشان تدخل تبقى شاطر؟ محتاج يبقى الماس عندك معقول. ما بقولش يبقى هاي قوي، بس في نفس الوقت احنا عندنا ماس. المشين ليرننج فيها ماس كلنا هناخده، لكن الحاجات دي فيها ماس تاني. هتبقى عارف حضرتك شويه ماس، برابين طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا. الحاجه الثانيه عندنا كودنج ضخم جدا. انت هتكون بلاجنا باسم سكول. يعني اللي بيحطوا سوفت وير ديفلوبمنت في البرمجه هتاخده. لكن هتيجي زايد عليه بقى. هم في الترم الثاني بياخدوا فيه. انت بتاخد فيه وبتيجي هنا في داتا اكوزيشن لك اوصلها كمان هنا عايز ابرمج هبرمجها في بايثون بقى في اي بي وكلام زي كده. فانت بتاخد برمجه زياده شويتين لان مش غيرها كله بالبرمجه. كنت محتاج مره ثانيه الناس عندك يكون معقول البروجرامنج ما تكونش كاره برمجه لا تشتغل برمجه كتير. وهتقعد كتير على الجهاز. لان طبعا عندك شغل تكتب موديل وتترين ما ينفعش ترجع تترين مره ثانيه وهكذا. ده الخلاصه بتاعتنا. برضه لو انت ما دخلتش داتا ساينس ضاعت منك الداتا ساينس؟ لا مش شرط، انت خدت بدايات. يعني ما انت خدت ماشين ليرننج اوريدي او تكمل ديب ليرننج لوحدك اوكي. فانت خدت معظم بدايات او تكمل كمبيوتر فيجن بعد كده اوكي. او تعمل ماينر في الداتا ساينس وانت اوريدي في قسم تاني برضه ما فيش مشكله. ممكن تاخد ماينر في اقسام مختلفه. ده كده انا خلصت. اللي ما عندوش اسئله ممكن يتفضل، لو حد عنده اسئله ممكن يسال ونجاوب.